سنتابع شادو رغبة في المرور، تابعوا اللقطة من زاوية أخرى ربما لو أمكن، هذه زاوية أخرى محاولة المرور، كان مسك أم لا علي تقدير الحكم عبد العالي زاداني قال ضربة جزاء لصالح ناصر فريق شباب الريف الحسين. قلت على ان على جوج ديال ضربات جزاء هذا الموسم، واحده بالقسم الوطني الاول والثانيه بالقسم الوطني الثاني، طبعا هذه ثاني ضربه جزاء بالقسم الوطني الاول مع بطاقه حمراء وحيده كان اشارها هذا الموسم طبعا عبد العالي الزدني. المقابله الثالثه بالقسم الوطني الاول، اذا ضربه جزاء عبد الصمد المباركي، عبد الصمد المباركي يسعد، تصويبه هدف، هدف لصالح فريق شباب الريف الحسين عن طريق عبد الصمد المباركي، يوقع اولى هدف هذه المباراه، اولى هدف هذا اللقاء، يحضر الهدف في حدود الدقيقه 69، هدف اول ينعش شمال فريق شباب الريف الحسين في هذه المواجهه، واكيد اكيد انه لقاء قوي، هنا حسن الركراكي ينتعش بهذا الهدف المهم كما انتعشت هذه الجماهير التوقع لمعاينة أداء أفضل وأحسن شباب الريف الحسيمي بهدف أولمبيك خريبكا ولا شيء. إذا نقطة تتحول لضربة الجزاء، عبد الصمد المباركي يضع الكرة في الشباك، كرة في جهة والحارس في جهة بهذه الطريقة الجميلة من عبد الصمد المباركي هداف فريق شباب الريف الحسيمي، واحد العناصر الهامة في صفوف فريق شباب الريف الحسيمي.